نتكلم عن عقد الرعاية، كيف تم تسويقه وتحقيق أكبر عائد مادي في تاريخ النادي كابتن؟ ممكن يعني استاذ مش بس عقد الرعاية، يعني احنا ايراداتنا مثلا عندنا ايرادات مختلفة اهمها طبعا عقد الرعاية وعقد البث كده. يعني العقد الرعاية احنا لما كان ابتدينا في مجلس الإدارة كان الحقيقة السيولة اللي كانت متاحة موجودة في النادي ما كانتش يعني نستطيع نقدم بيها الجزء اللي هو خاص بالرؤية بتاعتنا وافكارنا في البرنامج الانتخابي كنا عايزين ننفذها. يعني كان بعديها باربع خمس شهور تقريبا كان في الرعايه بقى يعني تجديد عقد الرعايه، فكنا حريصين جدا ان احنا نحقق اعلى دخل ممكن، فالحمد لله وصلنا ل ان احنا حوالي 500 مليون جنيه من عقد الرعايه، بس كنا شرطين ناخد بدايه 150 مليون جنيه مؤقتا على اساس ان ده يعني يساهم معانا في الطفره اللي احنا عايزين نعملها. يعني 500 مليون جنيه ممكن الناس تقول لك ده حاجه كبيره قوي ونص مليار وكده، يعني ده طبعا ضعف اخر اكتر من ضعف اخر عقد رعايه كان موجود، لكن انا شايف ان هو لسه قليل على النادي الاهلي. النادي الاهلي يستحق اكتر من كده، والنادي الاهلي في اللي جاي ان شاء الله اعتقد ان النادي الاهلي ممكن يحقق ايرادات اعلى من دي. كمان عقد البث برضه نفس الكلام، اكتر من 100% من ما سبق يعني، او يعني تقريبا 100% زيادة يعني. ده برضو كان اجتهاد كبير جدا من مجالس الإدارة السابقة كلها يحققوا يعني ارقام كويسة، لكن التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي ده كان محتاج اسم الاهلي منتشر، اسم الاهلي فروع كتير، اسم الاهلي بطولات على مستوى العالم، اسم الاهلي يعني هاكن يعني ده يلي يعني يتناسب مع الاهلي ان احنا لازم يكون عندنا عقد رعاية وعقد بث كبير. ومع ذلك مش كفاية، لازم نطور هذا الامر لان احنا مصروفات كمان كتير جدا جدا وزادت جدا يعني. فالحمد لله وصلنا للعقد الرعايه دوت وخدنا منه رقم كبير، رغم ان حصل يعني كان هناك اختلاف شويه والشركه الراعيه اللي كانت معانا ما كملتش معانا بعد شهرين او ثلاثه تقريبا. النادي الاهلي باع الحقوق دي بنفس الرقم بشكل 510 مليون جنيه، مش بس 500 مليون، لا 510 مليون جنيه، وبرضه النادي الاهلي خد مقدم كبير عشان الدفعه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي دي تساعدنا شويه مع التطور المالي لعقود لاعبتنا ومدربينا واللوائح الماليه واللوائح النشاط الرياضي. مع الانشاءات دي كنت لازم يبقى عندك يعني تدفق مالي يعني نستطيع من خلاله ان احنا اللي تم وعد الناس بيه يتم يعني، او اللي احنا نامله للنادي الاهلي نحاول ننفذه باذن الله. يعني انتوا عندكم انا شايف افكار تسويقيه غير تقليديه ونادر انك تشوفها في نادي. يعني اليوم في المداخيل تغيرت، هناك افكار جديده يعني تمام. مش بس العضويه والاشتراكات السنويه لا والرعايه والبث، اتكلم عن الوحده الاقتصاديه وده ايضا فكر جديد. بالضبط، يمكن احنا ايراداتنا الطبيعيه وايراداتنا الثابته هي العضويات الجديدة للفروع الجديدة، وأنا متأكد إن من يحب النادي الأهلي أعتقد إن هو هيكون حريص جدا إن هو من خلال عضوية جديدة بيساهم مع نادي. الاشتراكات السنوية اللي هي الأعضاء الموجودين يعني الاشتراكات السنوية بتاعت النادي، المنافذ اللي من خلالها النادي الأهلي بتأجير المنافذ دي، كمان الرعاية طبعا والبث زي ما احنا اتكلمنا فيها، الأكاديميات الكرة وأكاديميات النشاط الرياضي دي برضو ايرادات موجوده. كل ما احنا بنزود الاكاديميات دي بتبقى انتشارها اكبر بتحقق لنا دخل اكبر ان شاء الله. يعني كمان الاعلام ده نقطه مهمه جدا يا استاذ، الاعلام الرقمي اللي هو في النادي الاهلي او الخاص بالنادي الاهلي والديجيتال الخاص بالنادي الاهلي، اعتقد ده الطفره اللي جايه جديده ان احنا ممكن يعني احنا حريصين يكون قريب جدا هيكون في نوع من انواع التطور في هذا الامر يدخل للنادي الاهلي مداخيل اخرى باذن الله. كمان في عندنا اداره تسويق على مستوى عالي الحمد لله، هدفها الرئيسي ابتكار موارد جديده. عندنا اولاد حابين الاهلي قوي وعايزين يشتغلوا بحب، واعتقد عشان كده هيكون في ان شاء الله نتائج كويسه.